بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. صلوا وسلموا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا نتحدث عن العلامة الثالثة من علامات الأسماء، وهي الحديث عنه أو الإسناد إليه، فإنه لا يسند إلا للاسم ولا يتحدث إلا عن الاسم. وكنا قد ذكرنا في المحاضرة الماضية أو اللقاء الماضي أن التاء في قولنا قرأت لا يستدل على اسميتها إلا بالإسناد إليها أو الحديث عنها بإسناد الفعل إليها، فإنه لا يستدل عليها بدخول أل عليها فيقال ألت على هذا، ولا يستدل عليها بتنوين فإنها لا تنون، بل يستدل عليها بالإسناد إليها أو الحديث عنها. فالمسند إليه يكون مبتدأ في الجملة الاسمية ويكون فاعلا في الجملة الفعلية في الأصل، وهناك تحول بينهما لا سبيل إلى الحديث عنه في هذه اللحظة. قلنا يقال قرأت، نازلنا قلنا يقال قرأت ضم التاء الفاعل، لأن قلنا إن هذا استمطار للقطر والحديث ذو شجون، فالتاء تضم إذا كانت دالة على المتكلم المفرد، وتفتح إذا كانت دالة على المخاطب المفرد، وتكسر إذا كانت دالة على المخاطبة المفردة. ضربت، وكأن الكسرة في حق المخاطب الأنثى حق أو فرض لازم. قرأت، فالمرأة يناسبها الاتضاع والخضوع، لا يناسبها الرفع بل الوضع. الوضع لأن الوضع في أصلها جبلة، ووضع الأشياء مواضعها من الحكمة. ضربها، قرأت كما قلنا، وكذلك سائر ضمائر الرفع المتحركة، ضربنا وضربنا إلى غير ذلك، وليقس ما لم يقل. ابن هشام رحمه الله تعالى اكتفى في كتابه القطر أو شرح القطر، اكتفى بذكر هذه العلامات الثلاث، وغيره من النحاة كابن مالك رحمه الله تحدث عن 5 علامات للأسماء، وقد أودعها قوله في النظم بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، أي يحصل تمييز للاسم بهذه العلامات الخمس، بالجر أي الجر فلا يجر إلا الأسماء، وهنا لم تعرض لهذه العلامة، والتنوين وقد تعرض له في هذا الكتاب، والندى فإنه لا ينادى إلا الأسماء لأنها مظنة الإقبال على المنادي، لا ينادى إلا الأسماء، وما نزل منزلة الأسماء مما يكون في حكمهن، وأل فلا يعرف بأل إلا الأسماء، والحديث عنها أو الإسناد إليها. لن نقف على العلامتين الأخيرتين لأنهما كما قلنا خارج نسق ابن هشام في هذا الكتاب. تحدث عن علامتين لفظيتين من مبتدأ الكلمة ومن منتهى، تحدث عن أل التي تكون في الصدر، وتحدث عن التنوين التي تكون في عجز الكلمة أو آخرها، وتحدث عن علامة معنوية مكافئة لهاتين العلامتين اللفظيتين، وهي الحديث عنها أو الإسناد إليها. ابن هشام رحمه الله تعالى سيتحدث من بعد عن أحكام الأسماء من حيث الإعراب والبناء. تحدث في البدء عن تحرير ماهية الاسم أو عن الاسم، وعن كيفية الاستدلال عليه وطرق الاستدلال على اسمية الكلمة، وسيتحدث الآن عن أحكام الأسماء من حيث الإعراب والبناء. بين يدي ذلك يلزمنا أن نحرر كما حررنا من قبل
معنى قول نسب يلزمنا أيضا أن نحرر معنى قولنا إعراب وبناء، وهما وصفان متكافئان، الإعراب والبناء. ابن هشام رحمه الله، فلنقرأ في المبتدأ كلامه ثم نستمطر كما قلنا قطرة. قال ابن هشام رحمه الله: وهو ضربان، أي الاسم، ما زال الحديث عن الاسم، وهو أي الاسم ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد، كزيد إذا وقف عليه معرب، أي يعرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. ومبني، وهو بخلافه، أي ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كهذا، كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغيرها مما سيأتي الحديث عنه. ومبني وهو بخلافه، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. هذا حديث من؟ حديث ابن هشام رحمه الله تعالى في عن تصنيف الأسماء إلى معربة ومبنية. رحمه الله تعالى قال: الاسم معرب ومبني. بالمشاكلة أو بالحمل تجدون أن ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو خالف وهو سابق لابن هشام عليه رحمة الله، رحمه الله أجمعين، قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، إلى غير ذلك من أوجه الشبه في بناء الأسماء. سنأتي على تفصيل ذلك كله في لقاء خالف، وتفصيلي وشرح كلام ابن هشام رحمه الله عن تصنيف الأسماء إلى معربة ومبنية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.